كوافور ونجار وباتيسير لا داك لي ميتيي ديال ديتي كلهم دوزهم كاع تما. انا استاذ وهادي الكليه ديالي وهنا يعني دائما كتكون المناسبه الا وكان جيل هنايا. وانا كنشكر المنظمين هذه الفكره بعدا ديال الدرس الافتتاحي ديال موسم الماستر اللي هو اليوم كيتعلق بالحكامه الترابيه واللي غتكون مناسبه للتذكير بما يعني الجهه كمؤسسه مطالبه به وبما هي تبرمجه وبما هي تنجزه اللي هو ليس بباهت ابدا. وانتم ما تشوفوا يعني المعطيات اللي باهت هو الرؤيه. الانسان الا كان كيشوف وينظر باهت غيشوف الباهت. اما حنا يعني الى قارنا يعني المعطيات فالجهه غادي تشوفوا بارقام ببرامج بانجازات اللي هي يعني اون روبتور افيك لو باسي باش نقولها بلي فاسيلمون بالفرنساويه. لان الحمد لله كاين طريقه كاين فريق كاين تناسق بين مختلف المكونات الجهه لان الجهه هي ترابيه منظومه ترابيه ماشي ديال مجلس الجهه بوحدو ديال المجالس الجماعيه ديال الادارات الوطنيه اللي عندها تمثيليه جهويه ديال السلطه العموميه. دونك هادشي كله داخل في واحد المجموعه. حنا مكون من المكونين ديالها. عندنا واحد الدور استشرافي دور ديال التخطيط دور ديال يعني تعبئه امكانيات الدور كنعتبر اننا قايمين به. وربما كتشوفوا مدينه الدار البيضاء كتغير بكثره فلولا مساهمه الجهه ما تشوفش هادشي. مساهمه الجهه بكل مكونات يعني لا في التخطيط ولا في التمويل ولا في التتبع الى اخره. وحتى الا كانت شي حاجه مثلا في التركيبه الماليه ما كايناش الجهه صافي دير كره داك الفلوس اللي عطيناهم في بلاصه اخرى سمحوا للمدينه دير بهم حوايج اخرى. دونك حنا ما كنتحاسبوش. انا كنخدموا للبلاد وحنا مسؤولين على واحد المنطقه معينه اللي فيها رؤساء الجامعات وفيها المنتخبين وفيها الجهه. دونك الحمد لله اللي كنعتز به اليوم هو ان الامور غاديه في انجازات وان كاين تناسق وكاين يعني شراكه بين كل الفاعلين في هذا الميدان. والعرض اليوم كنتمنى انه يكون مناسبه باش الطلبه يفهموا المنطق ديال الحكامه الترابيه وكيفاش غاديه وشنو العلاقه بين السلطه وبين المؤسسات المنتخبه وداخل المؤسسات المنتخبه شنو الدور ديال كل واحد. لان حنا ماشي ما مكلفينش بكل شيء. راه شحال واحد كيحسبوا حنا حكومه. هنا عندك واحد الميزانيه عندك واحد التخصصات تتعامل معها وكنحاولوا باش نتعاملوا معها في احسن الظروف. يعني وربما غادي نقولها انا شخصيا ما شبعانش مازال باغي كنظن اننا نقدروا نمشيو اكثر من هادشي. ولكن كاين اكراهات كاين شكون كره رسمه الامليه. لا الحقيقه الاكراهات هي اكراهات مسطريه حيت بقى الجهويه باقي يعني هذه منظومه شابه في المغرب باش ما نكونوش غلطين. تاس بمقتضى الدستور 2011 بمبادره ملكيه ودازت وبدات في التطبيق ديالها في 2015 المنضى الاول يلاه كان يلاه حط هادشي هذا وجا فيها الكوفيد وجا فيها كذا. دونك نعتبر ان هاد المنضى هذا الثاني اللي حنا فيه هو البدايه الحقيقيه لتفعيل الجهويه. وفي العالم باسره الدول اللي عرفت الجهويه يعني التنظيم الجهوي كلها عرفت خدات وقت. الا خديتو ايطاليا ولا اسبانيا ولا المانيا يعني ما بدا كيبان النضج ديال التنظيم الجهوي ديالها الا بعد 25 سنه ديال اليوم وصلنا للمرحله التاسيسيه ديال النظام الجهوي. يعني يمكن نقدروا نقولوا قطعنا اشواط مهمه في المرحله التاسيسيه ولكن باقي فيها شي حوايج لان
هي قضيه انا كنت هنا هذه عامين وشي درت محاضره في هذه القاعه هذه وسميتها الجهويه المتقدمه اشكاليه موارد بشريه قبل كل شيء.